تمن باجيلا مع دجاج اللي سويته بالفرن جدا لذيذ مع حكاكة الخبز، اكيد لازم تجربونه. مرحبا، شو اخباركم؟ اليوم راح نسوي تمن باجيلا بالدياي، طبعا بطرق مختلفة سوية تمن باجيلا. انا سويته بالباجيلا المثلجة، جدا لذيذ، بس اكيد اذا عندكم باجيلا طازج احسن، وباجيلا اليابسة ما ادري يمكن، وبهارات اللي خليته على ذوقي فانتوا خلوا بهارات حسب ذوقكم. ها مثلا اذا ما تحبون كمون بيكم تحذفونه، تحبون زنجفيل كثروا مثلا. اكيد هسه يمكن راح يصير لكم سؤال، ليش خليت الثلج انا على الزعفران؟ احنا احيانا نسويه بهالطريقه، يعني يخلي الزعفران شويه شويه لونه يطلع، لان الثلج يعني شويه شويه يموع، واللون اللي يطلع من الزعفران يكون جدا قوي. خلينا نقول فالتمن راح اسوي بازل وخضر. ما أقلكم من أقول خضر، راح أسا كل مرة أتذكر جيراننا العراقيين التمن يتهدر، إحنا بلهجتنا نقول يتخدر أو يتسكر، يمكن من أورايح لازم أقول التمن يتسكر، لأن بالأهواز هم عندنا يعني مكانات يقولون التمن يتسكر. عندنا طريقة أخرى لسواية التمن باجيلا، هو نحمس البصل ونحمس الشبنت عليه، وأكيد يعني بهارات على الشبنت، وبعدين نطبقه بين التمن. طبعا قبل لا انا اطبخ التمن خليت الدياي بالفرن لانه يطول ساعه لمن ما يطبخ، والاحسن يعني من تتبلون الدياي كم ساعه يبغى علشان النكهه. اكيد من اطبخ التمن على طريقه البزل يعني اتخلص من مايه، فغالبا اخليه لحكاكه اللي يكون هسه لو خبز لو بوتيتو، ودائما احب ان اسوي طبقات ويعني اضيفا بهارات التمن. بهارات التمن عندي مكتوبة بصفحة الانستغرام بالهايلايت، يعني تشوفونها بيكم انتو بالبيت تسوون هاي. انا سويته كله مع بعض، طحنته وسويت لي بهارات تمن. بنص طبخة الدياي فتحت انا الفرن واخرت الالمينيوم من عنده علشان يتحمر، وهم يعني خليت الصلصة يدخل بالدياي للنكهة احسن. خلينا نقول فهنا مثل ما تشوفون ربع ساعة الاول خليت التمن شوي شوي يتسكر، وبعدين ضفت الزبد عليه. انا احب اضيف زبد، اكو ناس يحبون يخلون دهن، اكيد الزبد ودهن الحر يكون اصح، ويرجع على حجم التمن وقت التخدير. خلينا نقول والحكاكه اكيد يعني هي الاول والثاني. ونص الزعفران كان باقي اللي سويته بالاول بالثلج، فيعني خليت شويه بيتمن وشوفوا لون الزعفران. اذا عندكم وقت يعني تسوون زعفران بالثلج يطلع لون الزعفران اكثر بعد. شوفوا شلون حلو الصفار ماله، ذهبي ذهبي. ديايتنا طبخت وتحمرت على التمام، ولا تنسون صلصة اللذيذة مالت الدياي، يعني حسبوا حسابكم نكهة الدياي مع البهارات، فطلع من عنده يعني خلينا نقول نوعا ما صلصة. فهذه الوصفة جدا لذيذة وجدا سهلة، يعني الأطفال جدا يحبونه، كلنا طبعا وايد نحبه. تمن باجيلا لذيذ مع الشبنت والدياي من الفرن وريحة الدياي، فأكيد جربوا. أنا وايد أحب تمن وباجيلا.